اليوم اللي سووه فريق المكروه كل هلالي، وانا كنت هلالي، كنت هلالي والحين بدون اي نادي، كل هلالي بداخل نفسه يعرف ان الملكي النادي الاهلي. والله ليس، والله العظيم لست اهلاويا ولست اشجع اي نادي، لكن كلمه حق، لما كنت هلالي كلنا نعرف ان الملكي الاهلي. ترى حركتكم اليوم شوهت الكره السعوديه يا الفريق المكروه. نعم انتم لقبكم فريق المكروه، حركاتكم هذه المعلق بين الشوطين يقول الهلال الملكي، وش الهلال الملكي؟ وش بكره تقولنا الهلال العالمي؟ انتم مره الموج الازرق، ومره زعيم نصف الارض، ومره قطع غيار، هو قطع غيار حراج. فلا تشوفون الكره السعوديه برا، خلوها بيناتنا بين. حرجتوا على الناس، حرجتوا، كرهتوا الناس في الهلال، كرهتونا وكرهتوا الهلال. اصبح الهلال كريه، نادي مبغوض عند العرب، عند الناس. تصرفات اعلاميه، اعلاميين بس مهرجين، اغلبيه الاعلام صار مهرجين اعماميين يعمون الحقيقه. الاهلي هو الملكي، والهلال هو الزعيم، والاتحاد هو العميد، والنصر هو